للسادة المستمعين والمستمعات، 11 صباحا و17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بطبيعة الحال ماشيين الفقرة حديث الساعة، ولكن خليني نذكر السادة المستمعين والمستمعات وأنه اليوم حصريا باش يكون حاضر معنا في فقرة الملف في الشطر الثاني من الحصة الدبلوماسي والمناضل الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، اللي يؤدي زيارة إلى تونس بالمناسبة، وباش يكون أيضا مرفوقا بسيف الدريني رئيس الجالية الفلسطينية بتونس. هذا مباشرة بعد موجز منتصف النهار في فقرة الملف. توا نمشي لحديث الساعة بطبيعة الحال مع نعيمة. شنو يحكي والتوانسة بالضبط؟ مرحبا بك نعيمة. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل المستمعي الإذاعة الوطنية. التوانسة مازالوا يحكيوا على الإيقافات اللي صارت في نهاية الأسبوع والأسبوع هذا، باش نحكيوا إما قبلها باش نحكيوا على رئيس الجمهورية اللي يأذن لدى تسلمه البارح التقرير الأولي للجنة القيادة عمليات التدقيق في الانتدابات بإحالة كل الملفات المتضمنة لشهائد علمية مدلسة على النيابة العمومية. اليوم من البارح وسائل التواصل الاجتماعي الكل يحكيوا على الشهائد العلمية هذه المدلسة وعلى الأرقام معناها اللي تم أعلنوا عليها، وكنت تحدثت أنت عليها نجم، تحدثوا على مصير الأشخاص هذوما اللي يشتغلوا بوسائل معناها بشهائد مدلسة، شنو باش يكون مصيرهم هما وشنو مصير زادة الشخص اللي توسط معناها في دخولهم للوظيفة. باش نتحدثوا على إيقاف المحامي مهدي زاجروبا وإحالته على ذمة التحقيق، باش نحكيوا على البلاغ تاع وزارة الداخلية شنو جاي فيه سبب الإيقاف. لجنة الحقوق والحريات كانت عقدت جلسة البارح حول جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات. كانوا حاضرين ممثلين على وزارة الشؤون الاجتماعية، باش تكون معنا رئيس اللجنة هيلا جابلا باش نتعرفوا معها على أبرز ما تم الحديث فيه والتطرق ليه خلال جلسة الاستماع هذه. وفما دراسة أصدرها المعهد الوطني للاستهلاك تفيد بأنه 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدره، يعني 5% من مصروف العائلات التونسية يمشي للقمامة، وتصل قيمة الغذاء اللي يقع هدره على المستوى الوطني شد عندك شهاب 570 مليون دينار سنويا. كل هذه المواضيع باش نتابعها بطبيعة الحال في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. البداية باش تكون مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كانت تسلم البارح التقرير الأولي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى. هذا وقت استقبل البارح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مقرر اللجنة عماد الحزقي رئيس الجمهورية، كان أذن بإحالة كل الملفات اللي تضافرت فيها القرائن والأدلة على أنه الشهائد العلمية اللي تحتويها مدلسة على النيابة العمومية، وأمر رئيس الدولة بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن أيضا بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة. نسمع رئيس الجمهورية قيس سعيد شنو قال. واجب أن ترتب الآثار القانونية التي ينص عليها القانون، ومن يتخاذل أو من يتواطأ فلا فرق بينه وبين الشريك في الجريمة، ومن يريد ترهيب الذين كشفوا ملفات الفساد فلن يبقى بدوره خارج الملاحقة القضائية ودون محاسبة أو جزاء، فلا أحد فوق المحاسبة ولا أحد فوق القانون. لديكم تقريبا أكثر من 2700 وثيقة تدل كل القرائن على أنها مدلسة. ومن المفارقات اليوم في تونس أن الذي قام بالسطو على مقدرات الشعب التونسي ودلس كل هذه الشهادات يتظاهر بالعفة ويريد أن يلعب دور الضحية، والحمد لله تعالى أن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق.
هو في الحقيقة هذا كان منتظر منذ فترة طويلة منذ الإعلان عن بداية اشتغال اللجان في كل الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها والمنشآت والدواوين العمومية في القطاع العام كله، باعتبار أنه الحديث على وجود شهايد مدلسة هذا كان موجود في كامل الساحة السياسية والمجتمع المدني وحتى غيره. في مرة من المرات رئيس لجنة لاهية بالفساد ومقاومة الفساد قال وقدر هو هذا رقم هوش رسمي لثم 100,000 شهادة في الوظيفة العمومية والقطاع العام مدلسة. لحد اليوم احنا ما زلنا بعاد برشا على الرقم، قالوا هذا هو صحيح نقوله رقم ما هوش رسمي لكن احنا بعاد برشا. رئيس الجمهورية قال في لقاء البارح زاد لشهادات المدلسة فيها شهادات تونسية وشهادة جاية من برا ايضا ومدلسة تابعة الجامعات ولا مؤسسات تعليمية اجنبية. اليوم هذا معروف شنية مصيرهم، مكتار نعرفوا التدليس ومسك مدلس هذا يعاقب عليه القانون الجنائي وعقوبته عالية برشا، وما تهمش كان اللي جاب الشهادة بيده خاطر ينجم يكون مش هو فتعلها وصنعها، ثم ناس أخرى متورطة وكل في كل مرة نشوفوا ناس احنا يتشدوا حتى من غير عملية التدقيق في تدليس شهادات علمية وفي تدليس العملة وفي غيرهم، والعقوبات معروفة كبيرة وأقلها 5 سنوات سجنا في الحالة هذه. أيضا ثم شفنا في كلمة رئيس الجمهورية مع سيد عماد الحزقي قال ثم جهات، يقول جهات ما عاونتش لجان التدقيق وعاونتش ولا عطاتهم معطيات غالطة، هو يقصد أكيد في ما غير ما يسميها هي جهات حكومية معناها من القطاع العام والوظيفة العمومية، كي جات اللجان عندها في وسطها ما أعطتهاش كل المعطيات اللازمة حول الناس اللي دخلوا للقطاع العام والوظيفة العمومية ما بين 2011 و2021، وهذا يقول باش يتم تحديد الجهات هذه وتطبيق القانون عليهم. معناها ثم الناس قاعدة تتستر على الناس هذوما أصحاب الشهادات العليا وغيرهم من الناس اللي دخلوا للقطاع العام، ثم الناس شهادتهم صحيحة لكن دخلوا من غير تناظر ودخلوا بالموالاة وفي غيرهم، وهذا مزادة باش يتم تطبيق القانون عليهم. صحيح ما دلسوش ما عملوش حاجة غير قانونية في مسألة الانتداب لكن تمتعوا بامتيازات وحاجات ما هوش من حقهم. اليوم هذوما مزادة باش يكشفوا عليهم مزادة في الفترة القريبة القادمة عند تقديم، وهذاك علاش يظهر لي تم التمديد في أعمال لجان التدقيق في المؤسسات العمومية في الوظيفة العمومية. نعرف الأجل متاعهم فات في أول جانفي لكن تم التمديد فيه للفترة هذه الكل باش تم الانتهاء، وقد يكون الجهات اللي عرقلت الوصول إلى النتائج هذه هي اللي خلات السبب باش تمديد فيها والتنبيه عليهم باش صار هذا الكل. اليوم هذا ملف كبير، شفنا احنا حتى قبل في مبادرات فردية بعض الإدارات ولا بعض المسؤولين الجهويين والقطاعيين في الدولة قاموا واكتشفوا لي ثم شهادات مدلسة في ملفات بعض الأعوان اللي يعملوا تحت إمرتهم ووقفوهم، ثم ناس دخلوا للحبس ونتذكروا كل مرة يتم الحديث ولا الإخبار عن ناس اللي كيما هكا تشدوا بشهادات مدلسة. لكن ثم زاد ثم برشا ناس أخرين خذوا شهادات هي في الأصل ماهيش مدلسة وشاركوا بها في مناظرات لكن هما ما قراوش المراحل هذيك، وخاصة هذه اللي قبل البكالوريا للناس ياخذوا في شهادات من المعاهد الخاصة في التعليم الثانوي باش توصلهم إلى البكالوريا أو السنة النهائية من التعليم الثانوي باش يشاركوا في بعض المناظرات الوطنية للانتداب. هي في أصلها صحيح لكن في كان نجيو نتبعوا برشا نلقاو الناس هذوما ما تجاوزوش يمكن 9 أساسي أو غيرها بالنظام الحالي للتعليم. هو سامحني شهاب، هو التساؤل اللي تسألوه برشا رواد التواصل الاجتماعي به أنا باش نحاسب أصحاب الشهائد المدلسة وإلا كيما قلت أنت ما دلسوش لكن دخلوا بطريقة أو بأخرى، الأشخاص اللي سهلت لهم الدخول كيف مش يعني مش نجم يحددوا طبعا شريك هو. يعني فما إمكانية أنه باش يتم تحديد الشخص اللي هو كان وسيط باش الشخص هذا دخل الوظيفة العمومية وإلا دلس وإلا خاصة فما برشا طويلت عليهم هو هذا تساؤل يعني باش يصير البحث والتحقيق مع الناس سواء اللي دلسوا ثبتت وكما قال رئيس الجمهورية توفرت كل القرائن والأدلة على شهادهم مدلسة طبعا ويحيلوهم هم على وزارة التربية كي تكون شهادة من بكالوريا إلى ما دون هذاك تتعدى على وزارة التربية والتعليم العالي على وزارة التعليم العالي كي تقول لك هذه ما عنديش الشهادة هذه السيد هذايا ما خذاش البكالوريا ولا ما خذاش الإجازة ولا ما عندوش المرحلة
الثانية ولا الثالثة في التعليم العالي السيد هذا ما هوش موجود فينا. هذا معناها أراي شهادته مدلسة ساعات حتى بالعين مجرد تظهر، لكن مع التدقيق مع الوزارة اللي أسندت أو الجامعة اللي أسندت الشهادة هذه يكون واضح. وقتها كي تكون هي مدلسة باش يبحثوها أكيد باش يقول أراو عطاها لي فلان الفلان. وأنا كي هزيتها نجم يكون العرف متاعه كي تخل بها المناظرة ما فيقش بها، معناها جابها شبيهة بالأصلية وشارك بها في مناظرة ما تمش التفطن لها ونجح. هذاك علاش وقتها ينجم يصير الفاعل الأصلي ينجم يكون هو كشريك. هذا باش نوضحه خاطر هو من التساؤلات اللي البارح دارت معناها ومن في اللي بدات الحكاية بالنسبة اللي دخل ناس بالموالاة، وهذا صاحبي وهذا قريبي وهذا ولد حزبي ولا هذا ولد عائلتي ولا حاجة، هذه موجودة زادة. هو باش يقول هو مهم جدا أنه يقع التدقيق في الملفات اللي ضمنت شهائد علمية مدلسة وإحالة على النيابة العمومية. وأيضا رئيس الجمهورية أشار وأنه أكثر من 2700 وثيقة تدل على كل القرائن أنها مدلسة، هذا مهم، وكل من تواطأ وتستر ضروري جدا وأنه يتحاسب. ولكن اللي ما تقالش واللي ضروري جدا وأنه نقلوه في هذا البرنامج، نجم أنت تعرفوا أنه كي تصير مثل هذه العمليات متاع التحيل ومتاع الانحياز للباطل، فما ناس تتظلم، فما ناس ما تعش بحقها، فما ناس ما تخوش ترقيات، فما ناس ما تخوش خطط وظيفية، فما ناس تظل تراوح نفسها في نفس المكان يكلت ليل ونهار وما ياخذش حقه. وهذوما اللي متداخلين بشهيد مدلسة وبالولاءات هما اللي تلقى عندهم الحظوة، مش يقع رد الاعتبار للناس اللي ضحات وخدمة ليل ونهار وما خذتش حقها وإلا لا. ما هو ضروري جدا لما نحكيه على العدالة، العدالة لا تجزى. اليوم لما تحاسب الناس اللي دخلت بغير وجه حق وخذت مناصب بغير وجه حق وبشهائد مدلسة بغير وجه، حكينا يعني مدعات للتندر، عرفت المضحكات المبكيات، انه انسان جاي بشهاده من مدرسه مازالت ما قبل 10 سنوات من حلينا من تدشينها من تدشينها يعني حاجات تضحك. في الاثناء فما ناس خدمت ولكن اتظلمت في حقب زمنيه متفاوته. يا هل ترى باش يقع رد الاعتبار هو وجبر الضرر؟ هذا ضروري جدا اللي هو ما تقالش الحقيقه، اللي هو ما تقالش واللي ضروري جدا من الوقوف على الناس اللي خدمت بالحق واللي من المفروض هو في الحقيقة حتى في النصوص والأوامر وغيرها اللي دعات للجان هذه للعمل ما تمش الإشارة لها. لكن أكيد عند خروج الناس هذوما اللي يتمتعوا بالترقيات احنا قاعدين نقولوا، ولكن هذا ما تقالش لا باش نجاوبك. اللي خذوا الناس الترقيات والامتيازات كلها معناها في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام أكيد هما باش يخرجوا باش يخليوا، لكن المناصب ولا المسؤوليات ستعود لأصحابها من الذين عملوا واشتغلوا وكدوا وجدوا ولم يجدوا. معناها ما لقاوش جد ولم يجد، معناها فهمتني هذوما الناس اللي ما لقاوش اكيد كي باش يخرجوا الناس هذوما. علاش انا في افتتاحيتي طرحت السؤال الثاني بمفعول رجعي من المفروض طبعا طالما ان المحاسبه نجم خلينا نحكيوا بصراحه وبواقعي، طالما ان المحاسبه يا نعيمه باش تصير بمفعول رجعي رد الاعتبار باش يصير بمفعول رجعي اكيد هذا حتى يمشي كل شيء مع بعضه. هو كان زيد أول أنا أكثر نقول لك الناس اللي خرجوا سواب بشاهد مدلسة ولا غيرها، هل يتم مطالبتهم بإعادة الأموال والامتيازات اللي خذاها ولا لا؟ رغم أنت تنجم تقولي لا ثم عمل منجز تم القيام به تم القيام به وخذ عليه أجر خاطر هو قام بعمل وأنجز عملا وخذ عليه أجر، لكن هل كان هو يستحق مثلا بشهادة مدلسة؟ هو في الأصل عنده مثلا شهادة البكالوريا ودخل بإجازة، ولكن ما بني على مدلسة. باطل باطل. في الأصل هذا هو معناه انت خدمت في 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 بلاصة غيرك اللي يستحق اللي عنده شهادة وما خدمش قاعد بطال، وما ناس عندهم 30 و 20 سنة قاعدوا ما خذوش ولا الوظيفة العمومية ما دخلوا لهاش جملة معناها، وحتى السن القانونية تجاوزوها نتاع 45 سنة وغيرها تجاوزوها وهم أصحاب شهادات غير مشكوك فيها وغير مشكوك في كفاءتهم زاد. هذه هي الأسئلة اللي ما جاتش في القانون لكن يصير فيها تأويل أكثر. مهم جدا أن تتوضح حتى شوف بالقياس كما يقولوا هو احنا نمشيه في الرسائل النجم. هو مهم جدا راهو صدقني أنت تعرفوا أنه نعيمة تعرفوا أنه تونس كل فرحه بالعمل الجبار هذا اللي باش ينور الحق
ولكن تنور الحق مش جزئيا تحكي في كل التفاصيل. هات نحكي ونتحاور، احنا في مرحلة اليوم الناس كل تحكي مع بعضها ونحاول، وأنه المكاشفة مهمة جدا. اليوم لما تقاوم الفساد بكل أشكاله، ولما تحيل هالملفات على النيابة العمومية، التدليس اللي هو يضر بالبلاد وبسمعة البلاد والمستوى أصلا في كل القطاعات كارثة من الكوارث اللي امتدت لسنوات، فما ناس في الأثناء ظلمت وباش يكمل هو الكارير نتاعه في الخدمة وهو مظلوم ويستنى في بارقة أمل وأنه ياخذ حقه. فبارقة الأمل تجيه من خلال المشروع هذا، أنا نسميه مشروع بناء جدا. المشروع هذا ينتظر وأنه اللي تظلم أنه ياخذ حقه في نهاية المطاف. صحيح هو كلامك، لكن فيه أنا من عندي أنا الكلام هذا فيه نوع من الإدانة لشكون؟ للجان المتناصفة ولا المشتركة والنقابات أيضا، لكل في كل المؤسسات العمومية وفي الوظيفة العمومية اللي ما حماتش الناس وما دفعتش عن حقوق الناس المظلومة في الوقت ذاك، قاعدة تستنى حتى لين جات اليوم المحاسبة والمكاشفة وبعد المحاسبة، والفقنا بناس معناها خذيت حاجات ماهيش من حقها، واللجان هذية والهياكل هذية النقابية والهياكل المتناصفة وغيرها اللي ما دفعتش على الناس وما وقفتش معاهم، ما عطاتش كل ذي حق من حقها وقبلت بالظلم هذية وهي تتسمى مشاركة فيه. هذا أكيد. نعيم، الموضوع الثاني بتاعنا اليوم هو البارح تم إيقاف المحامي مهدي زجروبة وإحالته على ذمة التحقيق. الناطق باسم ابتدائية تونس أفاد بأنه تم الاحتفاظ بالمحامي مهدي زجروبة عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس. محمد زيتونة أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحامي المعني قام بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس كان بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدل. أنا قاعدة نقرأ في تصريح محمد زيتونة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأشار إلى تداول مقطع الاعتداء على شبكة التواصل الاجتماعي وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة وفق تعبير، وأضاف أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المظنون فيهم وسيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وزارة الداخلية بدورها أصدرت بلاغ على الموضوع نفسه، قالت فيه على إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس، وخلافا لما روجت له بعض وسائل الإعلام حول فتح بحث تحقيقي ضد المحام المذكور على خلفية مشاركته ضمن تحرك احتجاجي، تؤكد وزارة الداخلية على أن الإجراء الذي تم اتخاذه في شأنه من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدامه لمهامه وتعمده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن وإخراجهما من مقر قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني. احنا قلنا زوز مع زوز روايات اللي تمت معناها بخصوص شفنا الفيديو بخصوص هو اللي تم هو في الحقيقه شفناهم هم الفيديو هذوما والبارح في داخل المحكمه مش في الوقفه الاحتجاجيه اللي عاملينها المحامين كما راجت من الاول. التصريح نتاع الناطق الرسمي محمد زيتونة باسم محكمة تونس واحد وبيان وزارة الداخلية أكدوا من جهتهم أنه العملية هذه ناجعة، ويقولك تطبيقا للفصل 46 معناها متاع قانون المحاماة اللي هي عادة المحامي ما يتمش إيقافه إلا بعد التشاور مع عمادة المحامين، لكن اليوم هذا في حالة التلبس يلغي كل شيء وتنحى أي حاجة حسنة أو غيرها في حكاية التلبس، وهذاك علاش تم الإيقاف متاعه من داخل دار المحامي مساء أمس. وأيضا ثم اسم محامي آخر تم تداوله ما قالش عليه النطق الرسمي لمحكمة تونس واحد وما قالش عليه بيان وزارة الداخلية، لكن اسمه معلوم وتم الحديث عليه لكن ما تمش إيقافه إلى حد الآن.
هو قال لك في انتظار معناها التحقيقات جارية باش يثبتوا من الفيديو باش ما يتظلمش حتى حد. هم قالوا اعتداوا على الأعوان الأمن وحاولوا يخرجوهم خارج المحكمة، هم قاعدين يقوموا في بأعمالهم في حماية المحكمة، المحكمة تونس واحد قصر العدالة يعني. الحداش وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد إذنك نعيمة قبل ما نمشي للموضوع المولي، نذكر السادة المستمعين والمستمعات وأنه مش كل يوم رأوا يكون حاضر معنا ضيف بهذا الحجم في برنامج المشهد الآن، سعداء جدا وأنه إن شاء الله مش يكون حاضر معنا في فقرة الملف اليوم الدبلوماسي والمناضل الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، مرفوقا بسيف الدريني رئيس الجالية الفلسطينية بتونس. نعود نرجع لنعيم. نمشي واللجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب اللي البارح عقدت جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات. احنا باش نرجعوا على اللقاء هذايا باش نتعرفوا على أهم النقاط اللي طرقوا لها النواب في لقاءهم بممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعانا عبر الهاتف رئيس اللجنة هالة جبلة. صباح النور. صباح النور، مرحبا مدام هالة. أهم، لو تعطينا أهم ما جاء في الجلسة هذه، أهم النقاط اللي اتطرقتوا لها في لقائكم مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية. هو تم تحديد وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة للاستماع في المقترح قانون من الجمعيات، نظرا أنه نسبة كبيرة من الجمعيات تعنى بالمجال الاجتماعي، وفما العديد من الجمعيات التي تعنى بذوي الإعاقة، وفما زاد كيف كيف تم إضافة فصل مقارنة بما كان متواجد بالمرسوم 88، فصل يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية بالمراقبة الإدارية والمالية والإشراف على أنشطة الجمعيات على ما أظن الفصل 23 من المقترح. على هذا كانوا موجودين بحضرنا وزارة الشؤون الاجتماعية باش بطبيعة نشوفوا الآليات اللي هي قاعدة تقوم بها في الوقت الحالي من رقابة للتمويل الجمعيات لمراقبة الأنشطة متاعها، شنية هي استعداد الوزارة، وإلا اسكو هي عندها الإمكانية حقيقة باش تقوم بالأعمال وإلا بالوظائف الجديدة الموكولة لها في صلب المقترح هذا. وكانوا موجودين السادة مستشارية الوزارة وسيد مدير العام زادا كيف كيف من الوزارة باش ناقشنا في المقترح، والحقيقة أفادونا بعديد النقاط والحوار كان ثري جدا. مدام هالة، حبيت نسلك أنا نجم الدين العكيري، البارح هذه الجلسة يظل ما هيش الأولى ولا هي الأولى في موضوع التعديل ولا المقترح متاعكم تنظيم الجمعيات؟ لا، ما كنتش الأولى الجلسة دي، كنا استمعنا للبنك المركزي، ممثلي البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، استمعنا إلى ممثلي وزارة المالية، البارح وزارة الشؤون الاجتماعية، غدوة إن شاء الله عنا محكمة المحاسبات. الحقيقة عنا جهات سماع عديدة جدا، خاطر نعرف علاش قلت لك هذا مدام هي، لا سمحني على خاطر البارح سيد رئيس الحكومة ترأس مجلس وزاري مضيق حضروا فيه من جملة ما حضروا وزيرة المالية وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي، وتناقشوا في مشروع قانون في نفس الموضوع، هو الجمعيات وتمويلها ونشاطها وغيرها، وباش يتم ولا تقرر إحالته على مجلس الوزراء ما عرفش القادم هذايا ولا في أحد الاجتماعات القادمة. تراوش اللي باش يولي وعندنا زوز نصوص معناها تشريعية، واحدة مبادرة من مجموعة من النواب اللي انتم بصدد دراستها والقيام بالسماعات، ومشروع الحكومة اللي باش يجي قريبا لمجلس نواب الشعب. هل باش يكون هنالك تنسيق لوضع نص موحد أو باش تكون كالعادة الأولوية لنص الحكومة؟ هو الاجتماع الوزاري اللي صار البارح ما كناش مستغربين منه، على خاطر منذ يوم 11 ديسمبر في بلاغ لرئيس الحكومة تم الإعلان على تكوين لجنة استشارية للنظر في مشروع قانون اللي هو في الوقت ذاك حاضر، لكن باش يتم معناه تجويده ونقاش القانون هذايا مع مختلف الوزارات المعنية. ومن شهر ديسمبر الحقيقة ما سمعنا حتى شيء على
على المشروع الحكومي لقانون تنظيم الجمعيات. في نفس الوقت عن المبادرة التي قدموا بها زملائي النواب زادا كيف كيف منذ شهر ديسمبر، فما معناها نوعا ما تزامن، ظهر لي المقترح النواب سبق بل بشوية في 7 أكتوبر. في 7 أكتوبر لأنه فاطمة المسدي كانت حاضرة معنا يوم أمس وقالت وأنه المبادرة تقدموا بها 10 نواب يوم 7 أكتوبر 2023. صحيح على خاطر وقتها كان عنا استعجال نظر في مقترح تجريم التطبيع، ومن بعد دخلنا مباشرة مع قانون المالية، وبعد قانون المالية بدينا في تنقيح مرسوم الجمعيات. دونك في الوقت الحالي احنا عنا برشا نعملوا في السماعات، خاطر عملنا زوز جلسات استماع مع الجهة المبادرة، عملنا جلسة عمل مضيقة لأعضاء اللجنة باش اقترحنا الجهات اللي باش نستدعيهم اللي باش ناخذوا رأيهم ولإبداء معناها رأيهم والسماعات. سمعنا توا اللي مشروع رئاسة الحكومة والجمهورية حضر بروبابلومون. دونك هنا هو الأولوية في الحقيقة، أولوية النظر للمشاريع الجمهورية الحكومية ورئاسة الجمهورية. وفي نفس الوقت احنا قدمنا نسبيا في دراسة المقترح اللي قدامنا، ما نشوفش اللي فما اشكال كبير، على خاطر احنا بطبيعتنا حتى كي يجي مشروع حكومي باش يتم الدراسة نتاعو، باش يتم التعديل في فصوله على حسب معناها النقاشات اللي باش نعملوها، على حسب معناها الرؤية زادة كيف كيف نتاع الأستاذ النواب وأعضاء اللجنة. دونك معناها مش باش يصير اشكال كبير، هو الهدف واحد، الهدف اللي احنا يكون عندنا قانون ينظم الجمعيات، قانون يستجيب لآليات الرقابة القبلية والبعدية. نصصنا على هذا، وانا الحقيقة حكيت عليه برشا مرات، خاطر لا يكفي البعدية كما في المرسوم 88 ولا يكفي القبلية كما في المقترح اللي قدامنا توا في مجلس النواب. وباش تكون عندنا نظرة بطبيعة، خاصة اللي احنا معناها بدأت تتكون فكرة عند السادة النواب كيفاش ينجم يكون القانون هذا قانون جيد يخدم المصلحة الوطنية، يحمي المصلحة الوطنية من الفساد ومن الأموال الخارجية المشبوهة ومن الاستعمال معناها المشبوه لتمويل الجمعيات. دونك دورهم زادة كيف الاجتماعي الكبير، دور الجمعيات في معاضدة مجهود الدولة. الفكرة بدأت تتكون، السادة النواب بدأوا معناها يعرفوا شنو موجود في الواقع وكيفاش يتم التعامل معناها مع النصوص القانونية المتواجدة. ان شاء الله معناها ما يبطاش المشروع الحكومي، على خاطر احنا وهذا هو هذا هو هو انا حبيت نسالك، لانه تعرفوا انه مهم جدا، انه احنا كنا ننتظر ان يكون فيه استعجال نظر مشروع تنقيح قانون الجمعيات لارتباطه بعنوان كبير في المقاومه الفساد، لانه تعرفوا انه الجمعيات من وراءها يعني فساد كبير لعدد من الجمعيات، نحكيه على تهريب، نحكيه على إرهاب، ونحكيه على مشاكل جمة. فطال انتظار هل مشروع القانون أو تنقيح القانون المنظم للجمعيات منذ أن قدم في 7 أكتوبر 2023، أنا حبيت نسألك، فما أمل وأنه يحال إلى الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية سيدة هلا حسب توقعات؟ هو بالنسبة للقانون المقترح اللي احنا تو موجود على طاولة اللجنة ينجم يوصل قبل العطلة البرلمانية، واحنا معناها كما قلت لك توجهنا معنا بالعديد من الاستدعاءات لسماع الجهات المختصة، وقاعدين معناها نقدموا في الروزنامة اللي حطيناها بدينا سق محترم الحقيقة من الأول، لقينا ونقولها معناها لقينا كبعض التحفظ من الجهات الحكومية في الحضور، يمكن على خاطر يعرفوا اليوم عندهم المشروع نتاعهم قريب يجي ما نعرفش الحقيقة السبب، لكن بدينا نخدموا تو بنسق اسرع شوية. بدات كما قلت لك الصورة توضح شنو لازمنا نعمله بالضبط وشنو وكيفاش يتم معناها تحسينه المقترح هذايا. ما دام الصورة واضحة، الخطوة القادمة العاجلة شنو هي؟
هي احنا باش نكملوا سماعاتنا على خاطر فما بعض الجهات اللي مثال تم اسقاطهم من المقترح كيما محكمه المحاسبات واللي هي ضروريه لمراقبه التمويل العمومي. مثال هذا تم اسقاطه من المقترح لكن هذا ما مش باش يكون ينفعنا معناها في البلاد وفي مراقبه التمويل العمومي. باش نشوفوا دور هالمحكمه كيفاش يتم بالضبط. باش نستدعوا السجل الوطني زاد كيف للمؤسسات اللي هم يقوموا بدور كبير في مراقبه الجمعيات. مازالت وزاره العدل ورئاسه الحكومه المصالح المختصه فيها بتنظيم الجمعيات كيف يحضروا بحذانا. معناها عندنا جمله هذوما خاصه من الادارات الفاعله في سواء اداريا والا فنيا في عمل الجمعيات باش يكونوا بحذانا. اذا تم توجيه استعجال نظر في النظر في المشروع الحكومي بطبيعه باش يكون ليه الاولويه المطلقه وباش نشوفوا المشروع الحكومي. لكن ينجم زاد كيف يقول معناها كما تم البلاغ البارح باش سيتم معناها احالته الى مجلس وزاري. تنجم يقعد حتى شهر ولا شهرين ولا ثلاثه وتقنا احنا كمان المقترح اللي قدامنا معناها حتى ما نجموا نعرفوه قبل ما لكن مادام هيلا حتى كي تكملوا انتوما باش يعرض على مكتب المجلس ليعين تاريخ الجلسة العامة. هل تعتقد كما قال شهاب تويكا أنه ممكن يتم معناها تعديل ولا تعيين الجلسة العامة قبل وصول قانون الحكومة أو مشروع قانون الحكومة؟ هو إذا تم الانتهاء من المقترح اللي معنا، إذا تم إعداد التقرير متاعه وإحالة التقرير إلى مكتب المجلس بالتبع باش يتم تحديد جلسة عامة كيف ما صار مع مقترح النواب اللي يخص حقوق المرضى والمسؤولية الطبية. الحقيقة مقترح النواب معناها سبق بأشواط المشروع اللي تكلمت عليه معناها أعضاء الحكومة في الأسبوع الفارط وسبقنا وتخدم عليه 17 جلسة في وسط لجنة الصحة وتقدمنا فيه أشواط والتقرير تقدم ومكتب المجلس نظم يوم أكاديمي زادوا فيه نواب معناها طلعوا على المشروع حضروا بحرينا وزارة الصحة العمداء الكل زاد كيف كانوا موجودين وسيتم تحديد جلسة معناها إذا كان تم العمل والانتهاء منه معناها ما نجموش نعطلوا زاد مقترح اللي هو حاضر والعباد خدمت عليه مدة طويلة وخدمت عليه معناها بجدية كبيرة. ما كنقول لك 17 جلسة عمل على المقترح. هو ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية يوم أمس كانوا طالبوا بإفراد المنظمات الوطنية والجمعيات الرياضية كل بباب خاص ودعوا إلى ضرورة وضع هيكلة واضحة فيما يتعلق بالإشراف على الجمعيات. أيضا أكدوا ضرورة وضع إطار قانوني واضح لمسألة التمويل باش يتسنى تحديد المسؤوليات. كيفاش كان التفاعل مع هالنقطتين؟ هو الفكره اللي طرحوها الساده ممثلي وزاره الشؤون الاجتماعيه فكره جيده جدا. معناها وصلت الفكره علاش لا ما نعملوش مجله تنظم عمل الجمعيات في تونس ويكون فيها باب خاص بكل نوع من الجمعيات اللي نجم يكون عنده اجراءات خاصه ومعناها خصوصياته كما الجمعيات التي تعنى بمجال ذوي الاعاقه يكون فيها نوعا ما ابداء الراي في الترخيص الاول اللي بتتاخذ مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والصحه. لازم يكون فما شروط معينه في العباد اللي بتشتغلها بالجمعيه هذه كيف بالنسبه للمنظمات اللي هي عندها صبغه خاصه اجراءات تنظيمها تكون خاصه. معنى هذه كل اللي تطرح اللي فما جمعيات ما نجمش تنطبق عليها الاجراءات العامه وفضفضه. واضح. احنا صحيح قلنا لهم اللي العمل على مشروع كيما هكا تحب له الحقيقه وقت طويل برشا ومجهود اكبر من هكا وبتدخل الوقت الحالي والسياق الحالي اللي تخلق فيه المقترح اللي قدامنا والحاجه الى تنظيم التمويل الاجنبي ولا المراقبه نتاعو بطرق انجع من اللي كان معمول به يخلينا في نوعا ما حاله نتاع استعجال في معناها اكمال المقترح الحالي. والله واحنا زاد كيفكم كمنبر اعلامي وكبرنامج المشهد الان علاش في نهايه المطاف عندي سؤال واضح يفترض اجابه دقيقه وواضحه. السيده هلا جبالة رئيس لجنه الحقوق والحريات بالبرلمان وقتاش تكون حاضره معنا في الاستوديو؟ بكل سرور.
وقت الحب نسقوا النسق ان شاء الله الاسبوع القادم وتكوني ضيفه مبجله معنا على موجات الاذاعه الوطنيه في برنامج المشهد الان. شكرا جزيلا هلا جبل الله رئيس لجنه الحقوق والحريات بالبرلمان. عاود نرجع لك نعيم. انا يعجبني في شهاب انه عملي معناها ما يضيعش الوقت. طبعا طبعا ومشكوره جدا اللي هي تفاعلت معنا في اكثر في اكثر من مناسبه ونظرا الى موقعها ونظرا الى الموضوع المهم والمستعجل فضروري جدا ان تكون حاضره معنا حتى نحكيوا باكثر تفاصيل وضوح. الموضوع الاخراني لليوم يخص المواطن التونسي المستهلك التونسي. تو احنا من شيره نقولوا المواد الاساسيه ما فماش ونقولوا كل شيء مفقود وما لقيناش ومن شيره قاعدين نبذروا. هو الحقيقه المده هذه توجدت هو راوي حقيقه، لكن تعودنا شهاب انه المواد تتوجد لفترة ثم تختفي ثم تعود للظهور وإحنا ماشيين هكذا. المعهد الوطني للاستهلاك قال إنه 5% من الإنفاق الشهري للأسر يوجه إلى أطعمة يقع هدرها. التصريح هذا كانت أعطته المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارين دقي وقالت إنه يوصل قيمة الغذاء اللي يقع هدره على المستوى الوطني ب 570 مليون دينار سنويا. قالت زادة أنه معدل هدر مادة الخبز للأسرة الواحدة في تونس يقدر ب 42 كيلوغرام سنويا، ما يناهز 900 ألف قطعة من مادة الخبز في اليوم بقيمة تناهز 300 ألف دينار في اليوم و 100 مليون دينار في السنة. وبالإضافة للخبز العائلات التونسية قاعدة تهدر زادة في الخضر اللي قاعدة تشري فيها و 10% من الحبوب والعجائن و 16% قلنا في مادة خبز، وخاصة بتبيع في شهر رمضان تكثر الشهيوي ونطيبوا برشا ماكله وفي الاخر ما ياكلها حتى حد. ان الحق شخصيا اللي نعتمد في طريقة اللي فما شكون يقول لك نحشم باش نشري بكمية صغيرة من عند الخضار وإلا، لكن انك اعتمدت الطريقة هذه لقيت روحي نقصت من التبذير شهيب. يعني في عظمى ناخذ انا مثلا لذلك عبد بطاطا مثلا هكاك اي زوز قرون فلفل اي برشا عباد يقول لك نحشم انا باش نقف على كي يبدا الخضار قريب وباش تقضي انت يعني بالتهز انت تاخذ ديما فريشك معناه ما تفسدلكش وديما فريشك. لقيت انه الطريقه هذه سليمه اكثر شهاب ولقيت روحي اني ما عادش نلوح الخضره. يعني ان نشوف روحي انا في الاسبوع هذاك شنو باش نطيب شنو نستحق وناخذ على قد الكميه اللي انا حاجتي بها. مثلا ما نمشيش للسوق. كي تمشي للسوق تلقى روحك بصوره اليه تقضي في كميه كبيره تقول نتاع جمعه كامله وتلقى روحك تفسد. فما برشا حاجات خضر سورتو ما يصبروش برشا خاصة الخضر الورقية برغم اللي تعرف كيفاش تخبيها. فما شكون يرحيهم ويحطهم في الكونجيلاتور. والله انا ضد انا ضد اني نجمد الماكلة الحقيقة ما نجمدش، معناها ديما نخير اني ناكل الغلة في الفصل نتاعها الخضرة في الفصل نتاعها، يعني ناكل الموجود. في مخي هكايا انه مضر بالصحة ليا انا نحكي على روحي شخصيا. لكن لقيت طريقة اني انا كي ندخل للخضار ناخذ فقط الكمية اللي نحتاجها. مثلا نهارين ثلاثة لقيت روحي ما عادش نلوح في الخضرة. وبالنسبة للخبز كيف كيف، نهارت اللي مثلا كيف ما نقولوا عنا ماكلة تسحق الخبز ناخذ الكمية اللي حاجتي بها، نهارت اللي ما عندناش ناخذ كعيبة ولا اثنين معناها على الصغار هو راه مرتبط وسليمة الحقيقة الطريقة سليمة جدا. ولكن حسب الظروف، لأنه فما ناس الخضار يبدا بعيد عليهم، فما ناس تخدم في أوقات معينة مش متاحة لها وأني تمشي دائما للخضار. أيضا الأمر مرتبط بالمقدرة الشرائية، تعرفوا أنه سعر الخضرة يطلع ويهبط توا يعني هبط سعر الخضروات شوية، فالمستهلك يعني في اللحظة هذه يحاولوا أنه ياخذ كمية معتبرة من الخضروات لأنه خايف لغدوة يصبح ما ثم برشا عوامل هو الشياب في الحقيقة. أول شيء ثم اللهفة نتاع المواد، ثم كما قلت أنت الإنسان يرتاح مرة برك في الجمعة ويمشي صحيح. يشري فيها. ثم حاجة أخرى اللي ما عندناش الكاليبراج نتاع الخضر والغلال. أنت كي تجي تاخذ طماطم مخلطة معناها تنجم فيها أربعة ولا ثلاثة كعبات في كيلو في 20 كعبة مثلا نقول لك هكا من راسي، تلقى فيهم أربعة وكل أربعة الخايبين في ساعة ما يطيبوا ما تبداش بيهم هما ينجموا يخمجوا لك البقية. صحيح. تضطر أنت ما عندكش باش تلوح، لكن تضطر باش تلوح 5% نتاع الإهدار معناها تزيد الأرجون فلوس هذه من ما
مكتوبك ما تستعملهمش. ايضا كي نجيو نحسبوا الرقم كامل 570 ولا 500 وقريب 600 مليار معناها كي يمشيوا على دوله في عامره وبرشا كي حتى كي نقسموهم فرديا نراه الرقم كبير شويه. خلينا نحكي على الخبز. انا الخبز الحق على قلبي برشا رغم انا مانيش وكيل في الخبز لكن انا عندي قناعه تامه للكواشه في جزء كبير منهم باش ما نعممش على الاقل ارام غشش. الخبز راهو كي ما تاكلوش سخون راهو بعد نص ساعه ولا ساعه خير ربع ما عادش نجم تاكل تولي بلاستيك خاصه اللي عمره كبير واحد يبدا هو يجبد ويرجع. راهو الخبز فيه ثم طريقه نتاع تطيب نتاعو تلقاه ني يبيعه لك ني دوب ما يسخن شويه في الفور وبعد يعاود وبعد كيفاش راهو خايبه برشا. ورغم الكواشة عن أكثر شعوب الله في تونس احتجاجا رغم الفترة الأخرانية ما تكلموش وديما يحكيوا أكثر ناس اللي يغشوا وأكثر ناس اللي يقدموا منتوج أقل جودة من العادة هم الكواشة رغم اللي هما ياخذوا في سميد مدعو في معنا فارينة واحد مدعومة وياخذوا في بعد ياخذوا في منحه زايده. صحيح المنحه توخرت يكون 12 شهر ولا قداش من وزاره التجاره من صندوق الدعم لكن بريسك ياخذوها الفارينه بلاش ويعطيونا في خبز رديء جدا في نوعيته وغيره معناها كي يتلوح 300 الف واحد وقداش من خبزه في النهار راه حتى حد ما يحب يلوح. احنا ما هو شويه من الشاحنات اللي قاعده تدور يوميا على الحوم وتلم في الخبز تجاره وليت الخبز البيت هذوما ياكلوهم العلال شنو يقول لك العلفه غاليه راهي ماهيش رخيصه راهي شكارة الكبيره تتباع ب 12 ب 13 دينار مع انه دخلنا في موضوع اخر يعني راهو العلفه في الخبز ما تنفعش العلفه تنفخ فقط اما احنا خلينا نكونوا يعني في توصيفنا للموضوع ناخذ من كل الاطراف راهو شويه منه وشويه منه. صحيح الخبز توا ماهوش خبز قبل وحتى كي تلف الخبز ما يبقاش طريكي ما يحفظ لا يولي الى سيكو. وايضا احنا شعب ما ناكلوش البيت احنا شعب ما تاكلش وقبل ما يبيت ما تاكلش حتى لما كان الخبز باهي احنا صحيح في ثقافه في ثقافه العديد من العائلات التونسيه كي بيت الخبز قله قليله مع فول. انه صحيا الخبز البيت خير من خير من الفريش ولكن هذه قبل هذه هذا يحكي توا حتى قبل حتى لما كان الخبز ما عادش يتاكل حتى لم توا ما عادش ناكلو اما قبل حتى كي كان الخبز باهي ما نجم انت تعرفوا انه لازم يكون فرشك ولازم يكون سخون وهو مضر اكثر من هو يبيت ويبيعوا للرعاة وهذوما المربين ويتكلف له اكثر خاطر مدعوم وببلاش بريسك تقريبا ربياتي لحداش وربي يبقى يستر على تونس امين يا رب العالمين. بعد شويه هاجر حماس الزنتاني في تامين موجز الانبان عاود نرجع بعد الموجز تسمعوا معنا اليوم